وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جمهورية أذربيجان، أعرب الرئيس السيسي عن إعجابه الشديد بالتقدم الحضاري والعمراني للعاصمة باكو، مؤكدا اهتمام مصر باستمرار تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها. كما رحب الرئيس السيسي باستئناف تسيير رحلات الطيران بين باكو وشرم الشيخ، مع إمكانية النظر في تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة وباكو.